بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالفصل الثاني اللي هو معادلات الحالة Equation of State. نبدأ في هذا الفصل حتى نعرف ما هي Equation of State، معادلات الحالة أو حالة النظام. إحنا عرفنا بالفصل الأول ما هو النظام. النظام له خصائص، هسا بنتعرف على خصائص النظام وما هي العلاقة التي تربط هذه الخصائص مع بعضها البعض. ففي عندي المعادلة اللي هي معادلة الحالة في الديناميكا الحرارية، هي معادلة رياضية تربط بين متغيرات النظام أو خصائص النظام. يعني متغيرات النظام أو خصائص النظام هي نفس الكلام. عندي خلينا نحكي العلاقة اللي بتربط الرياضية بين هاي المتغيرات، وعادة هن بكون ثلاث متغيرات بنسميهن equation of state. equation of state فهذا بدل انه خلينا نحكي اذا ثبتنا احنا اذا ثبتنا بعض المتغيرات، المتغيرات الباقية تأخذ قيما محددة. يعني خلينا نحكي ناخذ المثال اللي هو حجم مثلا وعاء معين في غاز مغلق، له حجم وله درجة حرارة وله ضغط، هاي ثلاث متغيرات. هسا احنا اذا ثبتنا الحجم ودرجة الحرارة، هذا بدل انه الضغط يأخذ قيمة معينة. الضغط مش بياخذ قيمة عشوائية، إذا عند درجة حرارة معينة نفرض 20 مئوي، وعند حجم معين مثلا هذا الغاز له حجم معين مثلا نص متر مكعب، فدائما بتكون الضغط بيكون له قيمة محددة وليس قيمة عشوائية. فإحنا بنقدر نعتبر إنه خلينا نحكي بالأصل إنه عندنا أربع متغيرات مثلا. بدنا نحط الكتلة، هسا بنشوف كيف إنه مرة بنحط الكتلة ومرة بنشيلها. فبالاصل انه الفانكشن هذا الذي يربط ما بين هذول المتغيرات الاربعه اللي هن البريشر والفوليوم والتمبرتشر والماس بساوي زيرو. هاي بتدل عندي على معادله رياضيه من اربع متغيرات، هاي بنسميها معادله الحاله. طبعا بغض النظر عن خلينا نحكي الانظمه الاخرى اللي بتتضمن مثلا خلينا نحكي الماده المغناطيسيه خلينا نحكي وشد وسطح الشد والمساحة في سطح سائل بخار. هاي عندي كمان أمثلة ثيرموديناميكية كمان بنقدر ناخذ اللي هي متغيرات فيها. فإحنا هاي المعادلة 1 2 إذا بدنا نستثني الكتلة، لاحظوا إذا بدنا نستثني الكتلة منها اللي هي المتغير رقم 4، لاحظوا عندي البريشر متغير انتنسيف، هذا انتنسيف لا يعتمد على الكتلة، والتمبريتشر كمان لا يعتمد على الكتلة، كمان انتنسيف اللي هو متغير مركز لا يعتمد على الكتلة، بينما هذا الفوليوم متغير ممتد يعتمد على الكتلة. فإحنا لو نقسم الفوليوم على الأم اللي هي المتغير الثاني والرابع نحصل على الحجم النوعي اللي هو سمول في. فعشان هيك المعادلة 1 2 تؤول إلى المعادلة 2 2 لما احنا ناخذ اللي هو الحجم النوعي وليس الحجم الكلي، فبصير عندي معادلة من 3 متغيرات. فهاي المعادلة خلينا نحكي بدنا خلينا نحكي ناخذ مثال على معادلة الحالة. بدنا ناخذ الغاز المثالي، الغاز المثالي بدنا نعرف ما هو معادلة الحالة إلى الغاز المثالي، ثم سنأخذ خلينا نحكي بعد معادلة الحالة لغاز مثالي من أن نأخذ معادلة فاندرباس، هاي طبعا مقدمة إلى هذا التشابتر، وأخيرا من أن نأخذ معادلة الحالة لمادة حقيقية سواء كانت سائل أو صلب أو غاز وليس غاز مثالي. وبالنسبة لهذولا خلينا نحكي من أن نأخذ اللي هي أسطح اللي هي بنسميها سطوح PVT، حيث P البريشر والV الفوليوم وT التمبرتشر. بعدين بدنا نعرف كميتين فيزيائيتين بتعلق بالغاز المثالي اللي هي التمددية والانضغاطية، وكيف بتعرف ان هذول التمددية والانضغاطية بالنسبة لمعادلة الحالة. نبدأ بمعادلة الغاز المثالي اللي هو السكشن الثاني من هذا الشابتر. معادلة الغاز المثالي اللي هو equation of state of ideal gas. ideal gas اللي هو غاز المثالي. هنا عندي شكل بياني بيمثل عندي غاز ثاني أكسيد الكربون في حجم معين، وعندي تحت تأثير 3 درجات مختلفة اللي هي T1 وT2 وT3، حيث بالتدريج انه T3 أكبر من T2 أكبر من T1. المحور الأفقي يمثل ضغط الغاز
المقاس، والمحور العمودي يمثل قيمة المتغير اللي هي بي في على تي، حيث في هي الحجم النوعي المولي. يعني هون استخدمنا الحجم النوعي المولي وليس الحجم النوعي اللي بيعتمد على الكتلة. لاحظوا ال V اللي هي الحجم لما نقسمها على M على الكتلة بنسميها الحجم النوعي الطبيعي، اللي لما نقسمها على عدد المولات اللي هي V على عدد المولات بنسميه الحجم النوعي المولي. فنتطلع خلينا نحكي أو قبل ما نتطلع على المنحنيات، بنلاحظ انه هاي المنحنيات الناتجة ملساء. ملساء يعني منحنيات ما فيها اي انعطافات او اي، يعني هو منحنى املس يعني انحناءه بسلاسة. تؤول هذه المنحنيات الثلاث الى نفس النقطة عندما تؤول P الى الصفر، عندما يكون الضغط خلينا نحكي يؤول الى الصفر او يقترب من الصفر، تؤول كل هذه المنحنيات الى قيمة معينة. هاي القيمة اللي تقول إلها بنسميها اللي هي، يعني خلينا نحكي لما ناخذ الليمت للبي في على تي عندما بي تقول إلى الصفر، نحصل على ثابت الغاز الكوني أو ثابت الغاز المثالي اللي بنسميه ايديال غاز كونستانت، ويستخدم الرمز كابيتال ار للدلالة على هذه القيمة. فلاحظوا هاي الليمت اللي مكتوبة هون البي في على تي، حيث في هي الحجم النوعي المولي عندما بي تقترب من الزيرو اللي عند البريشر، تساوي هذا القيمة اللي هي ثابت الغاز المثالي اللي بيساوي 8.3143 كيلو جول لكل كيلو مول لكل كلفن. فهاي هي وحدة اللي هي هذا الغاز. فلاحظوا اذا احنا بنقدر نكتب، خلينا نحكي عند ضغوط منخفضة اي عندما تقترب بي من الزيرو، نقدر نكتب انه هاي النسبة اللي هي بي في على تي، هاي بي في على تي هون تقترب من ار، اذا بي في شو بتساوي؟ ار في تي. فهاي بي في بتساوي ار في تي، هي معادلة الغاز المثالي بي في، حيث في حكينا هي ايش؟ اللي هي الحجم المولي، الحجم النوعي المولي اللي هي بتساوي في على ان عدد المولات. فلما نعوض عن هاي السمول في اللي هي كابيتال في على ان، الان تنتقل للطرف الاخر بصير عندي بي في بتساوي ان ار تي، وهي معادله الغاز المثالي. خلينا نحكي اللي احنا كل بعرفش اذا مرت علينا او لا، هاي بنسميها معادله الغاز المثالي، حيث بي هي البريشر. هذا بدل خلينا نحكي انه العلاقه ما بين بي سمول في على تي هي علاقة خطية. هسا بنشوف هاي العلاقة. لاحظوا هنا شايفين هذا الايديال جاز عندي ثلاث درجات ثلاث درجات مختلفة، T3 اكبر من T2 اكبر من T1. لاحظوا هذه الثلاث منحنيات اللي سميناها سموث كيرف اللي منحنيات ملساء، كلها تؤول الى نفس النقطة عندما البي عندما البريشر يقترب من الزيرو. لاحظوا هذا اللي هو البريشر هون عندي اللي هو موجود في الرسمة هاي، البريشر هون خلنا اعلمكم عليه، البريشر بوحدة النيوتن لكل متر تربيع اللي هي الوحدة البريشر الدولية، وهون هاي الكمية اللي حكينا عنها اللي هي بي سمول في على تي بوحدة اللي خلينا نحكي الجول كيلو مول ناقص واحد كلفن ناقص واحد. هاي طبعا وحدة اللي هي وحدة اللي هي هاي الكمية بي في على تي. فلاحظوا انه هذولا بيقتربن من نفس القيمة، فلاحظوا انه العلاقة زي ما حكينا بالنسبة للغاز المثالي هي علاقة خطية لهذا الفانكشن اللي هو بي في على تي بيساوي ار. فنيجي بناخذ المثال رقم واحد عشان نحل المثال رقم واحد. استخدم الشكل 1-2 لتقدير الحجم النوعي المولي لثاني اكسيد الكربون عند ضغط بيساوي 3×10^7 ودرجة حرارة 340 كلفن اللي هي عند T1. يعني من نستخدم المنحنى اللي مكتوب عليه T1. ب ما هو عدد المولات الذي يحويه وعاء حجمه 5×10 متر مربع تحت الضغط ودرجة الحرارة السابقين؟
كم كيلو مول يحتوي الوعاء السابق لو كان الغاز غازا مثاليا؟ طيب خلينا نبدأ نطلع على الشكل. لاحظوا T1 اللي هو اللي موجود عندي هون، هاي T1. T1 المنحنى تبعها عند 3، فعند 3 خلينا نيجي عند هاي النقطة. هاي النقطة 1 2 3، 3 في 10 قوة 7 نيوتن متر، لكل متر قوة ناقص 2. نطلع عند النقطة السوداء، شايفين هاي النقطة السوداء؟ النقطة السوداء اللي بتدلنا عند هاي اللي هي عند درجة الحرارة هاي، وعند هذا البريشر 3. فخلينا نحسب اللي هو، نحسب اللي هو المطلوب الأول لتقدير الحجم النوعي المولي. لاحظوا هاي الكمية اللي على اليسار وين بتتقاطع هون، بدي أشوف مع إيش بتتقاطع، مع محور واي، حتى أشوف قديش هاي بي في على تي قديش بتساوي، حتى أطلع اللي هي إيش سمول في اللي هي الحجم النوعي المولي. فبنيجي عندي طبعا نشوف الرقم بالتحديد اللي بيتقاطع مع محور واي. من الشكل 1 2 نجد أن قيمة بي في على تي المرادف للضغط 3 في 10 قوة 7 تساوي تقريبا 4.5 في 10 قوة ناقص 3 جول كيلو مول ناقص 1 كلفن ناقص 1. فإذا أنا بكتب هاي اللي هي العلاقة بي في على تي اللي هي محور واي عند ضغط بيساوي، حكينا الضغط معطاه معنا اللي هو 3 في 10 قوة 7، طلعت هاي القيمة شو بتساوي؟ 4.5 كيلو جول كيلو مول ناقص 1 كلفن ناقص 1. إذا بدي أستخرج منها اللي هي الفي، السمول في. فالسمول في هاي شو بتساوي؟ هذا الرقم مضروب في التمبريتشر على البريشر. التمبريتشر معطاه معنا اللي هو 340 كلفن على البريشر 3 في 10 قوة 7. فبيطلع معاي الرقم اللي هو الناتج 51 في 10 قوة ناقص 3 اللي هو متر مكعب لكل كيلو مول. هذا هو الحجم الايش؟ الحجم النوعي المولي. طيب هسا انا بعرف انه عدد المولات بتساوي الفي الحجم على الحجم النوعي المولي. فالحجم اللي معطاه معنا هو نص متر مكعب على الحجم النوعي المولي، حتى اطلع اللي هو عدد المولات. فنص تقسيم 51 في 10 قوة ناقص 3 بيطلع معي 9.8 كيلو مول. فهذا هو الحجم النوعي المولي. طيب هسه بحكي لك لو كان الغاز مثالي، بدنا نستخدم معادلة الغاز المثالي. لو كان هذا، طبعا هذا ليس غاز مثالي اللي في الرسم، هذا استخرجناه من الشكل من اللي هي المنحنى اللي بيمثل عندي هذا الغاز اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون. طلعنا انه عدد المولات 9.8 كيلو مول. هسه لو كان هذا الغاز مثالي بدي استخدم معادلة الغاز المثالي اللي هو الايديال جاز، ان اوف ايديال جاز اللي هو اي جي هاي، عشان تدل على الايديال جاز. المعادله بتحكي انه بي في بتساوي ان ار تي، اذا ان شو بتساوي؟ بي في على ار تي. ف بي معطاه معنا 3 في 10 قوه 7، الفي نص، الار اللي هو ثابت الغاز المثالي اللي هو اعطينا اللي هو 8.3143 في 10 قوه 3 على 340 اللي هي درجه الحراره. طلع عندي عدد المولات لو كان هذا الغاز مثاليا 5.3 كيلو مول. لاحظوا في فرق بين 9.8 وبين 5.3، يعني اي ان ثاني اكسيد الكربون ليس غازا مثاليا. طيب نيجي عندي على اللي هو سطح بي في تي لغاز مثالي. طيب اذا مثلنا بيانيا العلاقه بين المتغيرات الثلاث اللي هي البريشر والحجم النوعي، الحجم النوعي المولي والتمبريتشر في مستوى ديكارتي، محاوره الثلاث اللي هي البريشر على محور واي والفوليوم على محور اكس والتمبريتشر. لاحظوا هون البريشر موجود عندي هون على محور واي اللي هو المحور العمودي اللي هو الارتفاع، وهون الفوليوم على احد المحاور، والفوليوم حكينا هو السمول في اللي هو الحجم النوعي المولي، والتمبريتشر على المحور الاخر يعني زي اكس واي زد. فعندي يمثل اللي هو خلينا نحكي يمثل سطح، هذا لاحظوا انه بيمثل سطح، سطح في يعني ثلاث ابعاد. هذا السطح بنسميه سطح بي في تي لغاز مثالي. طيب حتى نميز
هذا السطح كيف شكله وكيف انحناءاته، بدنا ناخذ مسقط هذا السطح على ثلاث، خلينا نحكي على محورين فقط، عشان نشوف كيف شكل العلاقة بين كل متغيرين إذا ثبتنا المتغير الثالث. فخلينا نحكي عندي لما آخذ عندي بي في تي، إذا بثبت درجة الحرارة، إذا بثبت درجة الحرارة باخذ عندي، إذا المتغيرات بصير عندي بي و في، المتغير الثالث تي ثبته. أنا بعرف إنه علاقة الغاز المثالي بي في في بيساوي ار تي، حكينا التي بدي أثبتها كونستنت اللي هي الطرف الأيمن من المعادلة، التي كونستنت، فشو بصير عندي بي تساوي كونستنت على سمول بي على الحجم النوعي المولي. فإذا عند درجة حرارة ثابتة ثبتت الحرارة، بصير عندي معادلة الغاز المثالي، ثبتت المتغير الثالث، بصير عندي البي بتساوي كونستنت على في. هاي اللي الفانكشن تبعت الواحد على في، يعني لو رسمت البي على محور واي ورسمت الفي على محور اكس كيف بيكون شكل العلاقة؟ اللي هي علاقة اللي هي كأنك بترسم الفانكشن تبع كونستنت على اكس، يعني ايه على اكس مثلا، واي بتساوي ايه على اكس. فهذا هو عبارة عن قطع ناقص متكافئ الاضلاع، بنسميه بالانجليزي equilateral hyperbola، اللي هو قطع متكافئ احنا بنقول عنه بالرياضيات. وهاي العلاقة اكتشفها اللي هو روبرت بويل، لذلك يسمى هاي العلاقة 2-6 هي قانون بويل بالغاز المثالي. اذا هاي العلاقة اكتشفها اللي هو عام 1660 ميلادي. حاصل ضرب الضغط في الحجم لكتلة ثابتة من غاز حقيقة، هذا النص تبع الهاض، النص تبع قانون بويل، تحت درجة حرارة ثابتة يبقى ثابتا تقريبا، اللي هو هذا العلاقة اللي هو بي بي تساوي ار في تي. فعند اي درجة حرارة يكون حاصل ضرب الغاز المثالي بيساوي درجة الحرارة في ثابت الغاز العام. طيب هسا بدنا نثبت الفوليوم، الفوليوم هذا السمول في بدنا نثبته. اذا عند حجم ثابت كيف بتكون شكل العلاقة ما بين البريشر والتمبرشر؟ احنا شوفوا بناخذ كل متغيرين على حدة، فاول شيء ثبتت التمبرشر، الخطوة الثانية بدي اثبت الفوليوم، فبصير عندي ما هي العلاقة التي تربط بي وتي؟ بي في في، في صار كونستانت بتساوي ار في تي، اذا بي بتساوي كونستانت في تي، اذا العلاقة خطية صح؟ بي بتساوي كونستانت في تي. فلاحظوا كان اصلا بدي اعوض اللي هو هنا اللي هو ان في ار على في، اللي هي لاحظوا الطرف الايسر هون كان عندي الحجم المولي اللي هو كابيتال في على عدد المولات، كابيتال في على ان، لما نقولها للطرف الاخر بصير عندي الفي هنا في المقام والان اللي كانت هنا في المقام صارت في البسط. فاذا هذا الثابت اللي انا حكيت عنه هو بيساوي ان في ار على في، لانه احنا هون حكينا عند الحجم ثابت، الحجم ثبتناه، فبصير عندي العلاقة خطية ما بين البريشر والتمبرشر. طيب طبعا هون لاحظوا رد كتب لنا انه اللي هاي بدل كابيتال بي اللي هي سمول بي، فاحنا بدل هاي اللفة الطويلة العريضة يعني هون من العلاقة الغاز المثالي اللي احنا حكينا عنها اللي هي العلاقة رقم 2-4، بس لما نثبت الحجم بنقسم على مين؟ على هاي سمول في، بصير عندي بي بتساوي ار على سمول في في تي. هاي هي المعادلة 2-6 اللي قبل شوي شفناها، اللي او 2-6 او لا اللي هي 2-7، اللي هاي العلاقة مش مرقمة، اللي هاي العلاقة بي بتساوي ار على سمول في في تي. طيب عند ضغط ثابت هسه لما نثبت الضغط، هاي العلاقة الثالثة، عند ضغط ثابت البريشر بتثبت، بصير عندي بي في في بتساوي ار في تي. فهنا البي صارت ثابت، بنقولها للمقام، هنا صارت هاي عندي البي في المقام، صار عندي الفي اللي هي الفوليوم، هنا طبعا مش الحجم النوعي، في الفوليوم بيساوي ان في ار في تي على بي. فالعلاقة ما بين في وتي هي علاقة خطية، لانه هاي الفوليوم بتساوي كونستنت في تي، او بنقول هذا الان على الطرف الاخر بصير كابيتال في على سمول ان اللي عدد المولات، بصير عندي الحجم النوعي اللي هو هذا سمول في، هاي الحجم النوعي، اذا الحجم النوعي
بيساوي كونستنت في تي، حيث هذا الكونستنت بيساوي اللي هو ار على بي، ار على بي. بعد ما نكون نقلنا اللي الان صارت هنا في المقام، يصير عندي كابيتال في على عدد المولات. فهيك خلينا نحكي بنكتفي بهذا القدر. نكمل ان شاء الله بكره، محاضرة بكره نكمل